مختلفة قد تجعل المنافسة أقوى وأصعب، ولكن اكتساح النادي الأهلي لمسابقة الدوري والدبل سكور تقريبا اللي عامله في كله حتى في عدد الأهداف مش عيب بقى في الأهلي. هو الأهلي بيلعب، الأهلي ما عملش حاجة غريبة، الأهلي بيكسب كل ماتشاته بالظبط، فالسكور الفرق ده باين مش ذنبه. لكن أما يكون هناك مجموعة فيها فرق أفريقية عندها طموحات طبعا فرق قوية تصعب العملية عليك شوية، يمكن الأهلي كان محتاج في الماتشين الأخيرين ان هو يحسم، وخاصة أمام الهلال السودان كان عاوز يعمل كذا فعمل كذا. تمام؟ يعني عايز أقول انه مسيرة الأهلي حتى في دوري الأبطال مش وحشة، ده وجهة جيدة. نظري. سيبك من الشكل بتاع الأداء، ما انت ممكن جدا تلعب مباراة كويس قوي ومباراة وحشة قوي وتخرج. لا، هو في سيستم معين. وانا يعني من المعجبين جدا بفايلر، لانه هو استطاع على مدار الفترة اللي قضاها من اول احتكاك تقريبا قدر ان هو يتفهم امكانيات لعيبة معينة. تمام. في لعيبة كانت بعيد قدر يرجعهم تاني، واخد بالك، يعني للصورة بعد ما كانوا تايهين يعني. بالظبط. وده اساسي جدا في المدرب الكويس، وله بصمه وله لمسه على الاداء. فمساله بقى انه في دوري المجموعات قد يعاني، لكن خلاص هو وصل دلوقتي حقق الهدف. بالظبط. وطبيعي ان انت ممكن تعاني، انت ما بتلعبش لوحدك، ده امر طبيعي. ده انا اللي بقوله لحضرتك، لان البعض يا استاذ جمال بيقول ايه مثلا، بيقول لما الاهلي بيكسب 5 و4 و3 وكان من ده، يقول لك اصل الاهلي مفيش منافسه، الاهلي بيلعب لوحده. ما هو ده في لما الاهلي بيكسب 1 ده انا ضحكك مثلا، يقول لك اصل الاهلي مستواه وحش. في زملاء اعزاء يعني وبحبهم جدا والله، تمام، بس لما بطلع معاهم في برامج يقول لك الدوري السنه دي ضعيف. هو ضعيف عشان محدش بينافس، ما مش مشكلتي. بالظبط. يعني ما انا بقول لك حتى الاهلي ما عملش حاجه غريبه. الاهلي بيلعب ودماغه كلها مركزه في انه ما يخسرش. ده طبيعي. صح. كون الفرق الاخرى تعاني وتخسر وتتعادل وتفرط في النقاط، فده دليل على قوه الاهلي. ماليش دعوه. الاهلي شغال يعني زي ما بيقولوا بيلعب دوري، خصوصا ان من المركز الثاني يا استاذ جمال للمركز الاخير المنافسه موجوده على كل المراكز. وعلى فكره يا امير، السنه اللي فاتت الاهلي ما كانش برضه شاغل نفسه بنتائج الاخرين، بدليل انه الزمالك كان بيتصدر بفارق كبير جدا، بيراميدز كان في موقع متميز جدا وكان نتائجه مبهره جدا، ومع ذلك الاهلي ما ركزش في ده. بالزبط. رغم ان الاهلي تعرض لمواقف مش حلوه مع بيراميدز، يعني ماتشاته مع بيراميدز، ومع ذلك هو كمل. بالزبط. هو ده اللي انا عايز اوصله، ان انت ممكن تخسر، بس تخسر وتقف على رجليك وتكمل. ما هو في فرق بتخسر، اول ما يخسر مباراه خلاص الدنيا خلاص فرطت منه، يبقى المساله بالنسبه له اي حد عايز نقط يجي. طيب انا عايز ادخل في اجواء المباراه سريعا يا استاذ جمال، وقبل ما اروح لتقرير صحفيين عايز اتكلم معاك بخصوص تشكيل